كفاية كده بقى يا زوسيمة، بقالك 20 يوم ماشي، يعني هتحتاج 20 يوم زيهم عشان تلحق ترجع الدير في ميعاد رجوع الرهبان. يلا بقى غير مسارك وارجع تاني. قويني يا رب المجد، قويني. يا روح القدس احفظني يا رب من عدو الخير، احفظ عبدك الخاطس نصيمة اسم سيرس القدوس اسم صليبك المحي يا رب. لا انت مش عدو الخير، لا لو كان هو كان هلك من اشارة الصليب المحي، امال ده يبقى مين؟ استنى استنى أرجوك استنى أرجوك استنى. لو أنت إنسان أقف، أنت بتهرب مني ليه بس؟ ارحمني ارحمني، ده أنا شيخ عجوز من أجل محبة المسيح اللي جيت تخدمه في البرية. رد علي رد علي. سامحني يا أبي زوزين، أنا مش هقدر أظهر، أنا خاطية. خاطية إزاي؟ ما أنت عرفتي اسمي مع إني عمري ما شفتك. أنا مش ممكن أمشي من هنا غير لما أعرف أنت مين يا قديسة الله من أجل محبة المسيح. أرجوكي أرجوك ما تقربش، أنا جسمي عالي، هدومي هلكتها السنين. لو قدسك مصمم تشوفني ارميني على بيتك عشان تستر. حاضر حاضر يا امي. فكرت تزور خاطية زي بقى علشاني انا اللي ما استحقش تتعب نفسك في الصحراء كل التعب ده عشان تشوفني؟ ده انا خاطية خاطية يا ابي زوسيم، صدقني ما عنديش اللي ممكن يساعدك في طريق كمالك. ابونا زوسيم. نعم يا امي القديسة. أرجوك تباركني، قدسك كاهن ورتبتك العالية والأسرار المقدسة اللي بتمارسها تخليك تباركني. أرجوك يا أبونا باركني، أرجوك أرجوك أنت اللي تباركيني يا أمي. ده أنا كل اللي أملكه ما يجيش حاجة قدام مواهبك العجيبة. ده أنت بكل بساطة عرفتي اسمي وكهنوتي وإحنا أول مرة نتقابل. أرجوك أنت يا أمي اللي تباركيني علشان خاطر المسيح، أرجوك. مبارك الذي يخلص النفوس. آمين.
وقتها تعرفني انها من السواح. لا يا ابونا زوسيمة، ما تفكرش في كده. انا اقل بكتير من اللي قدسك متخيله. رب المجد غافر الخطايا والأسامة، أنا معلي بكنوز نعمته ومرحمة الإلهية. أنا ما قصدتش، أنا بس مستغرب من اللي أنا شايفه دلوقتي. المجد ليك يا رب يا صانع العجائب. أرجوك يا أمي القديسة احكي لي حكايتك، أنا نفسي أعرف كل حاجة. جيتي البريه هنا ليه؟ وازاي قعدتي في الصحراء المده دي كلها؟ وكنت بتاكلي ايه؟ احكيلي احكيلي يا امي القديسه. ارجوك اتكلمي يا امي، لان كلامك ده هيكون درس ليا. اتكلمي، ايه المنفعة من ورا كنز مخفي؟ ارجوكي احكي احكي يا امي احكي، عشان تعلمي خاطي خاطي ومسكين زي. هحكيلك يا ابونا زوسيمة، هحكيلك كل حاجة. صدقني صمتي ده مش عشان انا مش عايزة احكي، صمتي سبب خجلي من اني الوي سمعك الطاهر بحكاية الدنسة. بس ارجوك يا منى، ارجوك تصلي لي طول ما انا بحكي لك. ارجوك تصلي لي تصلي لي عشان ربنا يفضل راضي عني. انا الخطيه لليوم الاخير. حاضر حاضر يا ام القديسه. انا مصريه، اتولدت سنه 345 ميلاديه. ابويا وامي كانوا مسيحيين، وانا عندي 12 سنه رحت مع اهلي الاسكندريه علشان تجاره ابويا. هناك في اسكندريه، تعالي يا مريم ساعديني يا بنتي، بدل ما انت واقفه في الشباك بالشكل ده يا بنتي ما تردي عليا. وبعدين ابوك 100 مره قال لك ما توقفيش في الشباك ده. يا امي ارحموني ارحموني بقى، حرام اخد نفسي شويه. خلاص يا ست، تأمريني بحاجه تانية؟ يا اسحاق عاوزين زيت. من عيني يا ست. استنى يا اسحاق، انا اللي هروح يا امي. لا، باباكي قالك ما تخرجيش من باب البيت. خلاص خلاص يا امي. يا بنتي اسمعي الكلام وخليكي مطيعه. هروح يا ستي. روح، مش قالت لك روح؟ اوف. تفتحيش الشباك ده يا بنتي. ايوه يا والدي قلت، بس انا كنت بشوف
بشوف متجر الزيت فاتح ولا لا. اصل امي عايزه زيت. وكمان عايزه تنزلي الشارع تشتري زيت؟ يا ام مريم يا ام مريم. ايوه اقربك يا ابويا. انا مش 100 مره قلت لما تكونوا عايزين تشتروا حاجه تبعتوا اصحابي يشتريها لكم؟ ايوه قلت يا ابو مريم. امال عايزه مريم تنزل الشارع تشتري زيت ليه؟ كده برضو يا مريم بقى معقول ان انا اخليها تنزل تمشي في شوارع اسكندريه اللي مليانه بلاوي؟ هو انا يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل؟ ما دام عارفه قولي لها وعيها فهميها ان احنا في غابه والشاطر اللي يقعد جنب الحيط ويحافظ على لبسه. احنا مش قد الوحوش دول يا ام مريم. عارفه يا اخويا عارفه، بس ما تخافش عليها ابدا، ان شاء الله ربنا هيحفظها ويحميها، دي بنته معقول يسيبها؟ ما قلناش حاجة، بس احنا من ناحيتنا نحافظ على بنتنا ونربيها تربية ترضيه، نفهمها الصح والغلط. وبعدين بنتك مش صغيرة ومطمع لأي حد. حواطي على بنتك يا أم مريم قبل البنت ما تضيع من ايدينا. لا ما تقولش كده، بنتنا مؤدبة وشاطرة ومتعلمة وكل حاجة، ما تعملش غلط أبدا. طب ادخلي قولي لها كلمتين يعقلوها وهاتيها وتعالي عشان نصلي سوا. حاضر، بس المهم ما تزعلش انت نفسك. انتي لسه زعلانه من ابوكي؟ لا يبقى مالكيش حق. ابوكي بيخاف عليكي يا بنتي، وده شيء يفرحك مش يزعلك. بس دي مش عيشه يا امي. لا يا بنتي عيب ما تقوليش الكلام ده، ده ابوكي معيشنا احسن عيشه وكل حاجه بيجيبها لنا، وانتي بالذات مفيش حاجه بتطلبيها الا لما بينفذها لك. الا حاجه واحده، حريتي. انا زهقت يا امي، زهقت من الحبسه اللي انا فيها دي، ده حرام. يا بنتي ما احنا بننزل نروح الكنيسه على طول، انت عايزه ايه تاني؟ يا امي هي الكنيسه اللي في اخر الشارع دي بتسميها نزول؟ امال انت عايزه تروحي فين؟ عايزه اشوف البلد، امشي في شوارعها، اشوف شكل ناسها. لا يا بنتي لا. هو ايه اللي لا يا امي؟ يا بنتي ابوكي بيخاف عليك، ده بيجي كل يوم يحكي لي على المصايب اللي بيشوفها في اسكندريه. واحنا يا بنتي ولاد ربنا، لا تعلمنا ولا اخلاقنا تناسب الشر اللي موجود في البلد. شيلي يا بنتي الشيطان من دماغك ورشمي الصليب وتعالي يا حبيبتي نطلع بره علشان نصلي كلنا مع بعض. حاضر حاضر يا امي حاضر. يلا يا حبيبتي ربنا يهديكي. مفيش فايدة، لسه برضو منشفة دماغها. كبدي عليك يا بنتي، تلات ايام وهي على الحال ده. ده حتى الكنيسة مش عايزة تروح. وبعدين يا ام مريم؟ مش عارفة اقول لك ايه، انا احترت في الكلام معاها، مفيش فايدة. وديني بصلي لها وربنا يتصرف بقى. ربنا يشيلك وينور عهدك يا مريم يا بنتي. بطلي العند ده. استنى انت يا ام مريم انا هفتح. ايوه اللي بتخبط. سلام يا عمي. سلام يا بنتي، اي خدمه؟ مش مريم ساكنه هنا؟ يا بنتي ساكنه هنا، عاوزه منها حاجه؟ لا ابدا يا عمي، انا بس جاي اسال على مريم، بقالي كتير ما بشوفهاش. انا مش غريبه، انا جارتكم هنا. وبعدين من زمان بقى وانا نفسي اتعرف على مريم، خصوصا لما سمعت انها بنت مؤدبه، وانا كان نفسي بصاحبه زيها، خصوصا البيت عندي صعب، والدي بيخاف عليا قوي يا عمي. له حق يا بنتي خاف عليكي. بس انا قلت له مش كل البنات، مريم دي زيي ويمكن احسن مني كمان، وهي جري عشان اتعرف عليها يا عمي. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبي. امال هي فين امال؟ قاعده في اوضتها بقالها تلات ايام دلوقتي وقافله على روحها الباب، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتسمع كلامي ولا كلام ابوها.
ادخلي لها يا بنتي الله يخليكي، يمكن كده ربنا يهديها وتعقليها وتفهميها كده. طبعا يلا. اذنك. يلا يا حبيبتي يلا اتفضل. ايه ده؟ انت مين؟ انا ميكال. ميكال مين؟ واحدة عايزة تبقى صاحبتك، واحدة انت صعبانة عليها قوي، عايزة تنجدك. انا مش فاهمة حاجة. انا هفهمك يا ستي، انا ابقى اخت ارام. ارام؟ ارام مين؟ ارام، ارام اللي من ساعة ما شافك ما بينامش الليل. ارام حبيب اخته، مبقاش فيه على لسانه غير حكاية البنت الحلوة الجميلة اللي شافها من الشباك وعينه عليها من ساعتها. شكلك افتكرتي. اهو انا بقى اخته. سوعي تكسفيني، انا جايلك مخصوص اقولك ارام نفسه يشوفك. شوفني؟ شوفني ازاي؟ ده مش ممكن. لا ممكن، لو حكمتي عقلك هيبقى ممكن ونص. بس انت اسمعيني قوي. على الله تسمع كلامها وترجع عن اللي في دماغها. بس انا اول مره اشوف البنت دي. يعني احنا كنا جينا البلد امتى؟ ما احنا لسه جايين اهو وما نعرفش حد. بس البنت باين عليها طيبه ومطيعه وبنت حلال. ان شاء الله يا رب كده يقويها عليها يا رب. يا رب يا ام مريم. احسن، انا زعلان قوي. نفسي مريم تسمع الكلام وتعرف مصلحتها. عارفة أم مريم، أنا لولا إنه تجارتي كلها بقت في اسكندرية هنا أنا كنت ستة ورجعنا نعيش في مصر تاني زي الأول. لكن بعدين ما باليد حيلة. اسمعي الكلام ده، هو ده الحل الوحيد علشان نقدر ننزل من البيت. بس أنا مش عايزة أنزل. ومش عايزة تشوفي أرام؟ طيب عن اذنك بقى انا هروح اقول له مريم مش عايزه تشوفك. انا عايزه اعرف بس هو عايز يشوفني ليه. عايز يشوفك ليه؟ عاوز يشوفك علشان حبك. قدر جمالك اللي انت مش حاسه بيه. انت مش شايفه قد ايه انت حلوه وجميله؟ دي البلد كلها تتمنى ابتسامه بس من واحده بجمالك. لكن انتي مش فاهمة، مش عايزة تفهمي. بالعكس، انتي فكرك يعني اني عاجبني الحبسة اللي انا فيها دي؟ خلاص، يبقى تلبسي وتيجي معايا عشان تشوفي الدنيا. وانا بقى هفهمهم ان انتي جاية البيل عندي شوية تغيري جو. وهم اكيد مش هيرفضوا، اصلهم اطمنولي خالص. خلاص خلاص خلاص. رايحين فين يا ميكال؟ قلقانة ليه بس يا مريم؟ احنا وصلنا اهو. ارام اهو. مريم برافو عليكي. مش قلتلك هجيبها لك؟ ميكال انا عايز امشي. لا لا، تمشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت شفتك. طيب اسيبكم انا بقى شويه عشان تاخدوا راحتكم. ايه؟ لا، رايحه فين؟ ما تسيبنيش. ايه بس يا مريم، انت خايفه ليه؟ ده ارام بيعزك قوي، وبعدين انا مش هروح بعيد، ده انا هقف جنبكم هنا. مريم انت خايفه مني بجد؟ مش مساله خايفه، انا بس ما تعودتش اني اخرج برا البيت لوحدي. لا لازم تتعودي مريم، انت ما بقيتيش صغيره، انت كبيره كبيره قوي يا ميكال. كل حاجه بقى ميكال ميكال. بعدين حاولي تحسي بيا شويه مريم. انا من اول ما شفتك حبيتك. حبيتني؟ يعني ايه؟ يعني ما بقتش بشوف حد في الدنيا غيرك. يعني صورتك ما بتفرقش خيالي وانا صاحي وانا نايم. ارام انا، انت لازم تفهمي ان انا ما ينفعش استغنى عنك مريم. حسي بيا،
مريم انا من اول ما شفتك حبيتك قوي. ميكال يلا بينا. يلا يا ستي بينا. مريم لازم اشوفك تاني، اكيد هشوفك تاني. ها يلا يا مريم، ولا غيرتي رايك؟ ها بيتهيألي يلا. سلام يا احلى مريم في الدنيا. انت عارف يا رب يا حبيب اختك ان كل ده مريم ما تعرفش ان انا مش اختك فعلا. طب غريبه دي، اوعي تكوني ناوي تقولي لها. بصي سيبيها زي ما هي كده، انا عايزها ما تعرفش اي حاجه علشان انا بقى اتكتك لكل حاجه. الظاهر انك ناولها نيه تانيه. نيه؟ واي نيه؟ عارفه اتكال يا اختي، اصل مريم دي لقطه. امال وايه جايلك على الطبطاب؟ خان. ايوه هي خان دي بقى اللي انا كنت بدور عليها. برافو خان، عامله كده زي حته العجينه، اشكلها انا بقى على راحتي. طب خد بالك لحسن تقع من ايدك. صعب، طول ما هي مع ارام صعب جدا انها تقع، صح؟ بعدين بركه فيكي بقى. انت شايف كده؟ طبعا يا ميكال يا اختي، ده انت الخير والبركه. اشربي وكلي. يعني ما بقتش بشوف حد في الدنيا غيرك، يعني صورتك ما بتفرقش خيالي وانا صاحي وانا نايم. مريم حسي بيا. مريم انا من اول ما شفتك حبيتك قوي. ابويا؟ ايوه يا ابويا. تعالى انا عاوزك. حاضر يا ابويا حاضر. اخر مره رحت فيها الكنيسه كانت امتى؟ امبارح بالليل يا اخويا، كانت في العشيه. استنى انت، ما بترديش ليه؟ هرد اقول ايه؟ ما هي امي قالت لك. كدابه، ابونا مرقص كان عندي في الدكان وقال انك بقالك اكتر من اسبوعين ما رحتش الكنيسه لدرجه افتكرك تعبانه. كده برضه يا مال، كده بتضحك علينا المده دي كلها. كنت بتروحي فين يا مال؟ ردي عليا، كنت بتروحي فين؟ كنت بروح عند ميكال صديقتي. صديقتك منين؟ انا عمري ما شفتها. انا قلبي كان حاسس اول ما دخلت هنا، حطيت ايدي على قلبي. يا ولدي انت مكبر الموضوع قوي. انت ليك عند تكلمي كمان؟ انت عايزه مني ايه؟ انت مرمغه كرامتك في الواحد. بس اهدى يا اخويا، اهدى بس اهدى. مش عارفك الا لما اعرف. فقلت لك يا ولدي كنت عند ميكال صديقتي. كذابه، في ناس شافوك وانت ماشيه مع ولد جنب الجنينه المحفوره. مين هو ده؟ لازم اعرف. ايوه هتقولك. انا عدي لك قبل ما تلطخيني بالعار. انا عدي لك. مش كده يا خلاص يا بنتي، بعد ما ابوكي مات ما عادش لينا حد في الدنيا غير ربنا. خليكي معايا يا بنتي، ما تسيبيهوش ابدا، هو اللي باين لك. ما في حد برضه يسيب ربنا يا امي، بس المهم يكون بالفعل مش بالكلام. عاوزاكي يا بنتي ترجعي الحضن تاني، ترجعي تروحي الكنيسه تعترفي وتتناولي، عشان يا بنتي ربنا يحفظك وينور لك طريقك
كمان ابوك يرتاح في دمته. توعديني يا بنتي، توعديني يا بنتي. اوعدك يا امي. روحي شوفي مين يا بنتي. ازيك يا مريم؟ ميكال انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه جيت اطمن عليكي، بعدين ارام قلقان عليكي قوي. انت عارفه يا ميكال الظروف. ارجوك يا ميكال امشي دلوقتي. واقول لارام ايه؟ قولي له، قولي له مريم هتجيلك في اقرب فرصه. اقرب فرصه ايه بس يا مريم؟ انت عارفه ارام لو مش هتكير والنهارده ممكن يجيلك هنا. يجيلي هنا؟ ما ينفعش، دي تبقى مصيبه. حاضر يا امي. خلاص يا ميكال، قولي له مريم هتتصرف وتحاول تجيلك في اقرب فرصه. انا همشي استناكي على اخر الشارع، بس اوعي ما تجيش. حاضر حاضر. مين اللي كان على الباب يا مريم؟ ده عامله بتاع الزبده، كان بعت يقول ان الزبده خلصت وعاوز حد يروح يجيبها، اصله هيقفل دكانه علشان عنده فرح. طب وبعدين؟ ده اسحاق في دكان ابوكي من الصبح ومش هيجي دلوقتي. خلاص بقى يا امي، مش مهم النهارده. خلاص ازاي يا بنتي؟ ده احنا مفيش عندنا في البيت ولا حته زبد. عشان تعرفي قيمه اسحاق. يا سلام، معرفش كنا هنعمل ايه من غيره. انت عارفه قرارك لو مش هتكير والنهارده ممكن يجيلك هنا. همشي استناكي على اخر الشارع، بس اوعي ما تجيش، بس اوعي ما تجيش. بقول لك ايه يا مريم؟ نعم نعم يا امي. ما تروحي يا بنتي تخطفي رجلك وتجيبي الزبده وتيجي على طول. بس انا تعبانه. معلش يا حبيبتي عشان خاطري، ده اسحاق لسه قدامه كتير على بال ما يجي. يلا انتي روحي، روحي بس وتعالي على طول. يلا. حاضر حاضر يا امي. اخرك كده يا مريم، على بال ما لقيت حكايه انزل بيها من البيت. وبعدين امي كانت تعبانه قوي، ما كانش ينفع تبقى لوحدها. زمان ارام دلوقتي على نار. هو فين؟ بعيد؟ لا مش بعيد، بس انت اتحركي عشان نوصل له بسرعه. تعالي بقى تعالي. ايه ده؟ هو ارام فين بالظبط؟ ارام مستنينا في البيت. في البيت؟ لا لا ما ينفعش يا ميكال. ما ينفعش ليه بس يا مريم؟ ده البيت ده امن مكان يا حبيبتي تتقابلوا فيه، مش احسن ما حد يشوفك ويعمل لك مشكله تاني؟ وبعدين هو ارام فوق لوحده، معاكي مش عايزه حاجه بس اصلا مفيش. بس يا مريم بقى اقعدي تضيعي وقت لحد ما حد يشوفني. يلا بقى يا مريم. كده برضو يا مريم، كده برضو يا بنتي. مريم اتاخرت قوي. يصحى زمنها جاي، زمنها جاي يا ست. خروجها كتير قوي يومين دول ومفيش كلام بينفع معاها. ربنا يحفظها يا ستي. يا رب يا اسحاق، يا رب. انا خايفه، خايفه عليها قوي. كده برضه يا بنتي تسيبي امك وهي محتاجاك يا بنتي. انا محتاجه لك يا مريم، عايز اشوفك يا حبيبتي. خد بالك عليها يا اسحاق، دي ملهاش غيرك دلوقتي. طبعا طبعا يا ست، بس انت اهدي انت يا ستي، وهي زمانها جايه دلوقتي. ما تسيبهاش يا اسحاق، انا خلاص رايحة عنده. حوصي عليها وانا عارفة انه هو مش هيسيبها. بعد الشر عليك يا ستي. مريم مريم حمدي، لا
نتجوز. نتجوز امتى؟ كفايه خداع بقى. خداع؟ انا عمري ما خدعتك. كذاب. ولا ناسي مكان اللي قلت لي انها اختك مريم؟ انا عملت كده عشان بحبك. انت عمرك ما حبيتني. انت ما بتحبش غير نفسك ورغباتك وبس. يا سلام، فعلا؟ وانت بقى اللي مفيش زيك. انا ما غصبتكيش على حاجه يا ماما. يعني ايه؟ يعني انت بقى حكايه الجواز دي خالص. عجبك على كده؟ عجبك. مش عجبك الباب يفوت 100 مريم. خساره فيك يا حب. حب يا ام حب؟ مفيش حاجه اسمها حب اصلا. الحب ايه؟ مفيش حاجه اسمها حب. مفيش حاجه اسمها حب. سلام يا حب. على ايه ولا ايه؟ وخلاص كله راح. ابوكي وامك وانت. ايوه انت. انت رحتي من زمان. من ساعة ما دورتي على الحرية. خدتي ايه من الحرية؟ ولا حاجة. لكن لا، ما ينفعش ارجع. خلاص الحياة ممكن تبقى احلى، بس ننسى الحب. في حاجات كتير اهم منه. في حاجات كتير تعوض اللي راح. لازم اعوض اللي راح. لازم اعوض اللي راح. لازم اعوض اللي راح. لازم اعوض اللي راح. وبدات من اليوم ده امشي في طريق الرذيله بجد. ماشية ورا غرايزي وبس، عايشة عشانها وبس، وما كنتش بعمل ده عشان مال أو إيه. ياما أهلكت نفوس، ياما أسقطت شباب. بتهيألي إن مفيش واحدة ضيعت نفوس قدي. كنت عمري ما بعرف الاستحالة مهما كانت. أي شيء أعوزه لازم أنوره. وفضلت على كده زي الحصان الجامح اللي محدش قادر يوقفه. وفي يوم وصلت بيا البجاحة إني حاضر حاضر يا ست مريم. يا إسحاق، عشان تفتح إسحاق مع غريبة. معلش يا ستي، أنا أصلي كنت نايم. نايم؟ نعم يا ستي. هو انت حبيت قبل كده؟ طبعا يا ستي. حبيت مين؟ حبيت امي الله يرحمها، وحبيت ابويا الله يرحمه، وحبيت ست الله يرحمها، وسيدي الله يرحمها. لا لا، مش ده. لا مش قصدي ده، قصدي الحب التاني. قصدك ايه يا ست باي؟ انا مش فاهم. طب
تعالى اما افهمك. لا 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 يا ست. تعالى اما افهمك. سيبيني يا ست. تعالى. لا 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 سيبيني يا ست. خلاص انت اللي خسران. حاجه بطاطا. انا مرضى يا ست معايا. ربنا يسامحك يا ست. ربنا يسامحك. الله يرحمك يا سيدي. الله يرحمك يا سيدي. فيه ايه؟ وبعدين يا مريم يا بنتي؟ وبعدين في ايه؟ عم اسحاق حكالي على كل حاجة. حكالك؟ حكالك ايه؟ حكالي على طلبتيه منه امبارح. وحكالي على اللي بتعمليه. ليه؟ ليه كده يا بنتي؟ ليه تضيع ابديتك؟ دي شهوة الانسان زايلة ومش هيبقى له غير اعماله الصالحة. فوقي يا بنتي. فوقي وافتكري رب المجد. رب المجد اللي اتصلب عشان يغفر لنا ذنوبنا واثامنا. ما تزوديش الام رب المجد يا مريم يا بنتي. بقول لك ايه يا ابونا؟ انا حرة. لا مش حرة. نفسك اللي بتهلكيها دي مش ملكك، دي ملكه. نفسك دي هيكل الله، ما ينفعش تدنسيه. فوقي يا بنتي، فوقي وارجعي عن الطريق اللي انت ماشيه فيه ده. ده طريق كله هلاك. انا عايزه ومش عايزه مواعظ. بقول لكم ايه، انا هريحكم مني خالص. انا هسيب لكم البيت وامشي. مش عارفه انا كنت بهرب من الخطيه ولا بهرب من كلام ابونا اللي كان بيخرم وداني وبيألمني. فضلت ماشيه مش عارفه انا رايحه فين، لحد ما لقيت رجلي بتاخدني عند المينا. كان ساعتها في زحمه كتير، كنتش عارفه الزحمه دي ليه. فقربت من الناس وبدات اتكلم معاهم عشان اعرف سبب الزحمه. يا ايه الزحمه دي؟ هو في ايه؟ هي الناس دي كلها رايحه فين؟ نعم، الناس دي كلها رايحة فين؟ ها؟ رايحين بالمراكب على فلسطين يا بنتي. فلسطين؟ يعملوا ايه؟ رايحين نحتفل بصليب رب المجد اللي اتصلب عليه في اورشليم يا بنتي. اورشليم؟ اه طيب، ربنا يقويكوا. فلسطين؟ اما فكرة، قولي لا. او على الاقل تشوفي ناس غير الناس وترتاحي بقى من وجع الدماغ اللي هنا. بقولك ايه يا ابويا؟ نعم يا بنتي. هو الواحد يعني ينفع يجي معاكم؟ وليه لا يا بنتي؟ مادام معاك اجرة السفر واحتياجات المشوار الطويل ممكن تسافري. اجرة السفر واحتياجات الطريق؟ بس انا معيش حاجة من دي، وبعدين البيت بعيد، يعني لو روحت ممكن ملحقش المركب. هي المركب هتطلع بعد قد ايه؟ خلاص كمان شوية يا بنتي. يبقى مش هلحق المركب لو روحت البيت. عموما مش مهم. عارف ليه؟ لان عندي اللي يخليني ما احتاجش للفلوس. وده ماله ده؟ هو فيه ايه؟ هما 30 دينار ما يقلوش دينار. مش مهم، 30 30، اللي انت عايزه هتاخده. ادفع له يا منوح. بس خلي بالكوا، اللي ما معهوش من اولها كده ريح نفسه وريحني معاه وما يركبش. حتى انا؟ حتى اي حد. طبعا انا كله عندي زي بعضه. ده اكل ايش؟ واللي ما معوش ما يلزموش. مالك بس زعلانه ليه؟ عايزه اسافر فلسطين ومعيش فلوس عشان اسافر. وماله؟ انا تحت امرك. بجد؟ امال انت تأمري يا ست الكل. طيب وليك عليا اطيب خاطرك طول الرحله زي ما طيبت خاطري. تطيب خاطره ازاي يعني؟ وانت مالك انت؟ خليك في حالك احسن. طيب بس ما تزقش. يلا يلا بينا. حاضر.
خدي خدي كل دي يا مريم. تسلم، انا كنت جعانه قوي. كلي كلي لحد ما تشبعي. يعني هو احنا مالناش نفس ولا ايه؟ بعدين بقى قلت لك خليك في حالك وعد ايامك على خير يا منوح. لا يا راجل يا اخويا، ما تعملش بس مفتح كده قصاد العموره. قلت لك اسكت احسن لك. ايه دماغ، سيبك منه وتعالى. حاضر انا جاي لك. انت رايح فين؟ هتعمل لي فيها راجل؟ انا بعمل حسيبك. هو في ايه يا منوح؟ انت عايز ايه بالظبط؟ مفيش، مش حسيبك تاكل وتتفقع لوحدك. من الاخر كده نقسمها سوا، انت حته وانا حته يابا، انت قطمه وانا قطمه. طب وعلى ايه ده كله؟ ده انت حبيبي يا منوح. عموما يا سيدي انا متنزل لك عن التفاحه كلها، اتفضل ما تقلقش عليك، ادي التفاحه. لا يا مفتح، مش التفاحه دي، دي ها؟ وماله يا منوح؟ بص يا منوح، اقطم منها انا الاول وبعدين بديك تكملها في الهنا والشفا. اهو كده الكلام. يلا بقى جاي لك التفاحه، الحق التفاحه مستعجله، اجري يابا. وفضلت على كده في المركب طول الرحله، ما كنتش ملك نفسي، كنت ملك اللي يدفع اكتر. قد ايه انا مستغرب ازاي البحر استحمل الفقور ده وما صرخش المغضب من اللي بيحصل فيه. وبعد ايام كتير معرفش عددها وصلنا فلسطين. خدني في وسط الزحمة على ساحة كنيسة القيامة. ولما سألت عرفت ان اليوم عيد الصليب. فضلت ماشية وسط الناس عشان أدخل الكنيسة زيهم. كنت وأنا ماشية بسأل نفسي في سخرية، انتي ليه عملتي كده؟ لحد ما وصلت للممر الضيق اللي بيوصل لكنيسة القيامة. كنت كل ما احاول ادخل الاقي شيء بيدفعني لبره تاني. حاولت مره واتنين Thank you.
أنا خاطئة، عارفة إني ما استحقش إن أنا أقف قدام صورتك، مش إني أكلمك. بس عارفة كمان إنك هتتشفعي لي قدام ابنك، ابنك اللي سفك دمه الكريم على الصليب علشاني. أرجوك يا عندرا، أرجوك ساعديني أوصل للصليب، عايز أرجع تحت وأبكي. أرجوك ساعديني، أرجوك ساعديني، وأنا وعدك إن هعيش لابنك، هعيش طاهرة، هودع حياة الخطية. أرجوك يا عندرا، أرجوك ساعديني. صديق ابني، بس انا ليا طلب اخير عندك. انا مش عارفه اروح فين، تشديني اروح فين. انا فرحانه قوي بس مش عارفه اروح فين. عبوري نهر الاردن، هناك هتلاقي مكان خلاصك.
ربنا معاك. عايزة 3 حبات. من فضلك هو الطريق لنهر الأردن من فين؟ تمشي كده على طول هتلاقي كنيسة يوحنا المعمدان، عندها هتلاقي نهر الأردن. طيب متشكرة أوي. يلا الخضرة الطازة، الخبز الصوم. كنيسة يوحنا المعمدان زي ما قال لي بياع الخبز، ومن غير ما افكر لقيت رجلي بتاخدني على الكنيسة. Thank you.
بعيدها وأنا هنا في الصحراء، عايشة بقوة رب المجد، عايشة لخدمته بس، وما عادش في حياتي غيره. صدقت يا ابونا زوسين أنا قد إيه إنسانة خاطية ومستحقش. خاطية، كل ده خاطية، ربنا يعوضك يا أمي، يعوضك في الفردوس على كل اللي عملتيه علشان. يعوضك يا ابونا. بس اللي أنا استغرب لي، كنت بتاكلي إيه في الصحراء دي فترة 45 سنة؟ في الأول كان معايا خبزتين ونص خبزة، كنت باكل منهم، ومع مرور الوقت نشفوا محجروا، لكن رب المجد كان دايما بيدبر احتياجاتي من حشائش لجذور. مبارك أنت يا رب الأرباب. وعدو الخير يا أمي أكيد ما سكيش في حالك. صدقني يا أبونا، عدو الخير عمره ما بيسكت، وخصوصا في أيامي الأولى في الصحراء. كتير مرت علي أوقات كنت بقع على الأرض ما حسش بنفسي تاني غير من شدة الحرارة أو المطر. لما كانت بتمر علي لحظات ضعف كنت بفتكر منظري وأنا في كنيسة الإهانة، ركعة تحت الصليب وببكي، بفتكر توبتي والتجارب الكتير اللي قواني عليها رب المجد، وافرح ويبتهج قلبي بخلاصي له. شفت قد ايه يا ابونا ربنا حنين علينا وما بينسناش ابدا. طبعا، فالله لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. مبارك رب المجد القدوس الذي يصنع عظائم لا يحصى لها عدد، ويفيض بنعمه على خائفيه. نسألك يا رب أن تختم أيامها بالخير، فأنت مبارك من الأزل وإلى الأبد. آمين. آمين. أبونا زوسيمة. نعم يا أمي القديسة. ليا طلب عندك، أرجوك ما تقولش لأي حد حاجة من اللي قلتها لك إلا بعد انتقالي بسلام ربي ومخلصي يسوع المسيح. حاضر حاضر يا أمي. ودلوقتي أقدر أودعك بسلام، بس ليا طلب أخير عندك. السنة الجاية يا ريت نتقابل، يا ريت تجيب لي جسد الرب ودمه، لأني نفسي أتناول. بس خلي بالك يا ابونا، مش هتقدر تخرج في اول الصيام لانك هتكون تعبان، لكن ما تخافش ربنا هيقويك. هنتقابل خميس العهد اخر اسبوع الالام، بعد القداس هتجيلي وتجيب معاك جسد الرب ودمه. هنتقابل على الناحية التانية من نهر الاردن. ما تنساش يا بابا. سلام. اذكرني دايما انا الخاطية في صلواتك.
سلام يا قديسة المسيح، سلام يا طهر البرية. فأعطني أن أحيا الكمال كما تريد أنت. عامل إيه دلوقتي يا بونا زوسيمة؟ نشكر ربنا يا أبي يوحنا. معلش يا بونا، ربنا يديك العمر وتعوضها السنة اللي جاية. السنة الجاية؟ لا، أنا لازم أطلع البرية السنة دي، لازم أطلع يا أبي يوحنا. إزاي بس يا أبونا والحمى زايدة كده؟ صلي لي أنت بس، صلي لي يا أبي يوحنا وأنا هبقى كويس. مش هتقدر تخرج في أول الصيام لأنك هتكون تعبان، لكن ما تخافش، ربنا هيقويك. ربنا معاك يا أبونا. أنا هضطر أسيب قدسك عشان باقي الرهبان منتظرني. اذكرني في صلواتك. ربنا معكم يا أبي يوحنا ويقويكم. طلب أخير عندك يا بونا زوسيمة. قول يا أمي. السنة الجاية زي دلوقتي، يريد أشوف نفسك، بس المرة دي حيكون هناك في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه أول مرة. ما تنساش يا بونا زوسيمة. سلام. سلام يا قديسة المسيح. وتشوفها تاني وتسألها.
سلام يا قديسة المسيح يا أمي يا أمي القديسة. أبونا زوزيمة، ادفن هنا جسد المسكينة مريم التي رحلت يوم الخميس من الأسبوع العظيم، ليلة آلام الرب القدوس، بعد أن تناولت جسد الرب ودمه. وصلي من أجل